حلزونة، سنيل، بزاقة تأكل من أكل القطط. بزاقة ضخمة. تشوف على ظهرها، يمكن ولادها، هذول ولادها بحطهم على ظهرها، عم تطلعهم وتعلمهم. شوف شو ضخمة، أطول من الموبايل. هاي يمكن جدة الحلزونات اللي بالمنطقة. هاي حبة الأكل تبع القطط، الأكل المجفف. هدول يمكن أولاده. شوفوا، هي تركت الحليب وإجت على أكل أكل القطط. على ما يبدو اليوم بدها تغير عن، أو عم تعلم ولادها أنواع الطعام، أنواع الطعام في الطبيعة. الحلزونة يما الحلزونة راحت لميدان التحرير. الحلزونة يما الحلزونة. هاي بفيلم مرجان، أحمد مرجان لعادل إمام، بغني قصيدة الحلزونة. هلا نحن عنا حلزونة أخرى صغيرة، هذه متخبية. هاي حلزوني الأم، هاي حلزوني الأم عم تاكل من أكل هاي عندي طولي بالك. هاي شبابي، هاي حلزوني الثاني، هاي حلزوني الثالثي، هاي هذا حلزوني الرابع، وهاي حلزوني خامسي. شايفين الرابعة كمان، كلهم أمهات هدول. أيوة هدول أمهات الحلزون، عاملين جمعية، جمعية لغرفة القطط، وجايين بتوع أمي مسافرة وحعمل حفلة، بس يا ريت ما تجيش على غفلة. هاي في مجموعة، وتستمر بالطعام. إذا بنضل بكرة ما بتخلص هاي. شكرا للمتابعة، وهاي كنا مع يوميات الحلزونة يما الحلزونة من فيلم مرجان أحمد مرجان الفنان عادل إمام. هاي الحلزونة شخصي. شكرا.